سكنت رينوا من مدينة العيون. المشروع ديالي هو لا كوليكت اي لا بريسيون دي ديشي، جمع وضغط المتلاشيات، لا فيراي القصدير اون جينيرال والبلاستيك والكرتون كيتبريسو باش كيعطونا دي با لا بريسي كيكونوا واجدين باش يدخلوا في الريسيكلاج باش يخرجوا منهم دي نوفو برودوي. بروغرام ديال فرصه كانت فرصه نيت لبزاف ديال الناس وديفلوبينا بزاف ديال الحوايج ما كناش عارفينهم، كيفاش نقادوا ان بيزنس بلان بليتود تكنيك كوميرسيال فينانسيير، قادينا داكشي مزيان وعاوننا بزاف. وحتى الانفورماسيون كانوا كيعطونا دي فيديو اللي ساهلين واي واحد يقدر يفهمهم، كانت مزيانه، سهلات بزاف الحوايج الناس اللي خدامين ولا ما يقدوش يجيو، سهلات بزاف الحوايج. وكما قلت لك كانوا كيعطوا المعلومه سهله في لي فيديو بالدارجه وداكشي مزيان، كان كلشي كيفهم. شي حوايج ما كنتش عارفاهم، كيفاش نحسب مثلا سويد رونتابيليتي، كيفاش نحسب لي كو ودوك لي شارج اللي عندي كاملين، وراونا بزاف ديال المهارات اللي ما كانوش عندنا. في الاول كتكون عندك غير ليدي وما زعم شويه خايف شويه هذا، من مور البروغرام والناس كيفاش كيتعاملوا معاك وكيوصلوا لك لانفورماسيون كلشي وليت موتيفونت كثار وكتبغي تكملي. الكومبورتمون ديالك الفرصه كان مزيان، كانوا كيسهلوا لك بزاف د الحوايج، كتعيطي لهم ما فهمتي شي حاجه كيجاوبوك في اي وقيته بالنهار بالليل وكيبقاو معاك حتى كتفهمي، بحال الناس اللي ما عندهمش بيسي ولا عندهم شي بروبليم تكنيك ولا شي حاجه كيعيطوا لك للسونتر، كيعيطوك صال ديال تخلي صال ديال الانفورماتيك كتخدمي داكشي مزيان حتى كتكملي الامور. زعما كانوا كيتساهلوا مع الناس بزاف وكيعطيوهم الوقت. النصيحه اللي نقدر نعطي الناس والشباب بالخصوص، الا عندك شي فكره طاحت لك فكره في راسك غير بدا ان شاء الله ما يكون غير الخير.